لو الحكاية فيها إن فيجو. أهي الست روح جارتنا دي بتفكرني بالست صباح في شبابها. حتة مرة تتشدلها فرامل اليد. ده أنا سلطان المزاج، أنا مدير إدارة الجثة السترية. أنت مالكش إلا في النسوان الكاسر. أهي البضاعة عندك أهو على أبوها. لا الطف خارج من الشفاتير ولا الرجل مقوسة ولا روح أبوها على الكوافير. أنا شايفة بالنسبة إن فيلم زي ده إن هو يتمنع، لا ده قرار سليم جدا، لأن زي ما شيخ الأزهر منع فيلم زي فيلم نوح إن هو ينزل، أعتقد إن إحنا لو هنساوي حرام بحرام فمثلا ده أفظع. من ناحية بقى مش الحرام والحلال، من الناحية التانية لا أخلاقيا هو ما ينفعش خالص. إزاي يبقى فيلم مكتوب عليه فوق ال 18 سنة ومن أبطال الفيلم وطفل ما عداش 15 تقريبا؟ بس فهو أنا شايفة لا ده قرار صح. رأيك مدى بابا في محاوته؟ والله خطوة كويسة. ليه بقى؟ يعني دلوقتي البطل اللي بينوم طفل عنده 15 سنة أو 14 سنة وكاتبين عليه الكبار فقط، فأنا يعني الكبار فقط دي لوحدها هتخلي الناس كلها تتفرج عليه. يعني هو انت لو جبت فيلم فاشل او فيلم ما فيهوش اي حاجه هتطلع عليه كلمه الكبار فقط، هتلاقي كل الناس تتفرج عليه. وبعدين السينما مش ناقصه اسفاف على الاسفاف اللي هي فيه. والله بص، هي حاجه صح، يعني طبيعي ان حاجه زي كده تحصل عشان فيلم ما اكبرش. يعني احنا اتفرجنا على افلام كتير للسبكي وحاجات كتير قبل كده بس مش بالاوفر ده. ده غير ان اصلا يعني حاجه تانية غير ان هو اتمنى ان هو اساسا مسروق من فيلم تاني، وان اسمها هيفا تعمل دور ممثله اجنبيه ما ينفعش. بالنسبه لي انا ممكن اعترض انهم منعوا افلام، بس انا الفيلم ده بالذات كنت شايف ان هو المفروض يتمنع. انا كنت حاسس ان منعه يعني بيدي احساس للناس على الاقل ان في حد ممكن يمنع الافلام دي، ان احنا مش سايبين الموضوع. طيب ليه شايف ان هو المفروض يتمنع؟ الفيلم الفكره عامه فيه، انا مشوفش الفيلم نفسه بس من الناس اللي دخلوه اللي قالوه الفيلم مفهوش فكره. الفيلم كله الهدف حاجات تانية غير انه يقدم افكار، مفيش اي استفاده منه، مكانش فيه اي فايده انه موجود اصلا. فيلم حلاوه روح عامه بيسوق السينما المصريه لسبب الالفاظ اللي فيه، تمام، المشاهد، طريقه لبس البنات، تمام. ما بيرعوش ان احنا دوله مسلمه وما ينفعش فيها يبقى فيه، ازاي اصلا يبقى فيه مخرج يقبل ان هو ينزل فيلم بالطريقه دي، تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه المفروض يعرفوا ان احنا دوله مسلمه، مصر دوله مسلمه، تمام. الافلام اللي فيها ما دام في ناس بتتفرج عليها توصل رساله عن مصر، ان مصر دوله محترمه. هو ماشي اوكي، وما لو اتمنع ده يكون احسن بكتير قوي، بس المفروض بقى يعني يمنعوا حاجات كتير قوي. هم جايين يمنعوا حاجه دلوقتي مش حلوه كان المفروض يتمنع من زمان، فبس هم لو منعوه دلوقتي يا ريت، عشان كفايه قوي الدنيا باظت فبيبوظوها اكتر. هم استغنوا عني، هم استغنوا عني، هم استغنوا عني، هم استغنوا عني. هو في اللي تقدر كتير قوي يعني. طيب انت شايف مثلا انت لما شفته هو ممكن ياثر عليك يخليك تعمل حاجه زي اللي موجوده في الفيلم؟ طبعا. ايه والله العظيم، بس كده لو هو جاي في وقت عايز يشغل الناس بيه عن اللي بيحصل في البلد، بس مش اكتر من كده. انما هو فيلم لا قصه ولا موضوع اصلا، وثانيين يعني مبتذل. طيب حضرتك شايف ان ده ممكن ياثر على الاطفال يعني او طبعا لو قريت على نسبه المشاهده اليومين اللي فاتوا من الفيلم نسبه عاليه مرتفعه، معنى كده ان الناس كلها ايه بتدور على حاجه تنهي نفسها بيها، والاطفال كتير هتلاقيها موجوده في السينما. طبعا هي افلام ما تناسبش المجتمع المصري، وافلام احنا الاطفال بيسيئوا اللي بيشوفوه وبيحاولوا يجربوا، لان احنا عارفين ان الطفل عباره عن، معلش يعني عايزه اقول، اله بتقلد الحاجه اللي بيشوفوها، وهي برضو بتصير الغريزه اللي عند الطفل. ما هو كائن حي فيه حاجات طبيعيه فسيولوجيه، دي بتصيره وبتكبر عنده حجم الشيء ده لدرجة انه بيطغى على اهم حاجة في حياته، ممكن يطغى على عناصر كتير المفروض الطفل نوجهه ليها، مش نوجهه لحاجة سلبية او تأثر على حياته، وبعدين بيفضل مشغول بيها. وللأسف احنا الاطفال لما بيتجمعوا طول ما هم مع بعضهم هيتكلموا في حاجات وحشة، مش هيتكلموا في حاجات مفيدة. تعيش الجسد مش دايم، لكن اللي دايم حلاوة روح.